وجه الفنان محمد الشعيبي كلمة شكر لكل الأشخاص الذين سألوا عنه وحاولوا التواصل معه بهدف الاطمئنان على حاله وحال شقيقه بدر الشعيبي عقب وفاة شقيقتهما الصغيرة بعد صراع مرير مع مرض السرطان. وخرج النجم السعودي المقيم في الكويت في شريط فيديو قصير عبر أحد حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وطمأن محبيه وكل المتسائلين عن حاله وأحواله على صحته، بعدما وجه لهم كلمة شكر خالصة على اهتمامهم وتقديمهم واجب العزاء بشقيقته المتوفاة حديثاً. والله الحمد لله احنا قلوبنا مؤمنة. وأشار في معرض حديثه المسجل أنه بخير ولكنه بحاجة لفترة من الابتعاد عن كل شيء والانطواء على نفسه، مؤكدا على رضاه التام بقدر رب العالمين، وموضحا أن ما يمر به حالة من الاشتياق لفقيدته. وفي السياق نفسه، زار الفنان بدر الشعيبي الصباح اليوم الجمعة قبر شقيقته الراحلة، وذلك في الجمعة الأولى على رحيلها. ونشرت الإعلامية مي العيدان فيديو قصير عبر حسابها الرسمي في منصة تطبيق إنستغرام، كشفت فيه عن الأمر مرفقة إياه بتعليق مقتضب. وقالت مي العيدان: الفنان بدر الشعيبي يزور قبر أخته الصغيرة سميرة في أول جمعة بعد وفاتها، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناته وامسح على قلوبهم وادعوا لها بالرحمة. وكانت تداولت إحدى الحسابات الناشطة على تطبيق إنستغرام صورة حساب الراحلة في التطبيق الشهير، والذي كتبت عليه وصيتها تحت معلوماتها الشخصية، مبينة أنها لا تود إلا أن تذكر بالخير بعد رحيلها، قائلة: واذكروني بالخير إن رحلت عنكم. وهو ما أثار حزن وتفاعل النشطاء الذين تأسفوا على شبابها وترحموا عليها قبل أن يستذكروا إخوتها بدعائهم، راجيين الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، وذلك في تعليقاتهم التي انهالوا بها على المنشور. تجدر الإشارة إلى أن شقيقة النجمين الشهيرين بدر الشعيبي ومحمد الشعيبي رحلت عن عالمنا مساء يوم الاثنين الماضي بعدما خسرت معركتها مع مرض السرطان الذي واجهته منذ نعومة أظافرها. وقد نعى كل من النجمين شقيقتهما الراحلة في منشورات مقتضبة طلبوا فيها من جمهورهما الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.